السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الله يحفظك. وإياكم. شيخنا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. نعم. هل ينطبق من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة؟ يعني أنا لو أدركت صلاة الجمعة في التشهد لا تحسب لي صلاة جمعة أم تحسب؟ أنت بتحتج بحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا فيما يبدو والله أعلم مختص بالمواقيت، ليس مختصا بفريضة بفضل الجماعة. لحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فهو مختص بالمواقيت. أما الجماعة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وبه أرجح قول العلماء القائلين أنك إذا دخلت بنية الجمعة مع الإمام في الركعة الأخيرة أنك تقضي ما فاتك جمعة، والله أعلم.